1963 تم إنشاء هذا القطار الذي يعتبر أول قطار لحمل خامات الحديد من مدينة زويرات إلى نوادبو. في هذه الحلقة من برنامج حكاية مكان سوف نعرفكم بتاريخ هذا القطار وأهم الخدمات التي يقدمها، لا تذهبوا بعيدا. بسم الله. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، برنامج حكايه مكان مستمر، ونحن الان معنا محمد المصطفى مودي قائد قطار. اهلا بكم استاذ محمد المصطفى، اين بدأت العمل في هذا القطار؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. شكرا للتلفزه الوطنيه موريتانيا اللي فتحتني الفرصه. بدأت العمل الشهر السابع من 1989، 6 سنين. هذا القطار ينتقل من هون الى زويرات، من درايا كانوا تقريبا من الساعه اللي بدات العمل فيه لطوطرال وشي مثلا، كان على نطرال تحسينات جديده من طرال وشي. كيف قلت لك 89 جينا هون، كان خارج نوع من القاطرات، قالوا الستوب مصنع فرنسا، وكان فعلا هالو مصنع جنرال موتورز، وتحسن تحسن تحسن القاطرات في اللي ذاك اللي الستوب مصنع فرنسي قرب مثلا ما تلقى هذا اللي يعمل اللي هذه القاطرات اللي مصنع امريكي والله كندي امريكي. ما شاء الله وحقق خلقوا انجازات حاجه. عندنا 89 شريك حققت 12 مليون طن لأول مرة، الحمد لله إنتاج مستمر الحمد لله. كم يرفد هو من الحديد تقريبا يوميا؟ يوميا شفت هي كل قاطرة من هذا الشكل، من عود جامد زولات عند 56 من ذا الشكل الصغير، 56 من 49 من ذاك الشكل الكبير. العربات مو مسيان، هي من اللي ترفد حمولة 100 وهي من اللي 120، 212 من الحديد الخام، 3 من الشكل 168، ذوك القبارات واحدة جر 90 عربة، 2 يجروا 180 عربة. 16 طن 100 طن، يعود 3 منها وسخالات، و 18000 طن من ذو الكبارات. زين، هو تتكلم لنا شوي لان الناس ما هي كامله تعرف تفصيل القطار، من درايه كان هو يعود قطار حديدي كامل متكامل ماشي في بلاصه، والله يعود اجزاء كيف مثلا؟ القطار قطار معدني من واذيبو من الميناء المعدني هون التفريق قايس زوالات، العربات خاوية، ومن الزوالات طبعا من المنجم قايس الميناء المعدني، العربات قطار معدني بحت
قطار معدني بحت يريدوا يقولوا فيه عادة القطار الأول اللي قالوا فيه تروى الذي نحن نضرك فيه يعود عادة فيه عربي للركاب قال تفهم عربات مولي للسنين بحيش عمال هذه مثلا أميسيون لمولي السولي هذا القطار قطار بعدني بحت هذا بعد القطار اللي مثلا القطار الكبير القطار الكبير اليومي ثلاثة يوميا ماشي من واليبو وثلاثة هذا يوميا صف أفي كونترار قلنا نحن هذا شمال دفع يوميا ثلاثة أيوة عادة هذول ماشيين من واليبو يعودوا أعدادهم فردية في تروا في سانك في ست ينعودوا مرشحين يعودوا حاملين المعدن بيناري عودوا أدو أم بدل في تروا عاد أم كت أم سيس أم ويت فما ذلين الأخرين اللي هم لا يعودوا سنتين والله ذاك ولا هم رسميين اللي حسب فنف خاوي ونعود نرجع من زوالات محمد بن معادل قالوا ام ديس انا ان القطارات مثلا اليوميه المستمره ثلاثه من واليبو وثلاثه من زوالات هذا يوميا يحتاج كم من رقاج وياك يحرك هذا القطار؟ القطار يحرك كل القايد والله نايب الله المساعد واحد غير القاطرات يعودوا ثلاثه والله رفاق عليهم كلهم عندهم رقاج ما نظر ما نظر هم كاملات قيادتهم اللي من قدام يمن قداميه اللي تقول تقود الاخرات كامله قدام يمن شنو هي المناطق اللي وقف فيها هذا القطار؟ ما شاء الله هذه المناطق اللي السكه الحديديه كامله بولانوا الغليدات اناد ميمشات بن عمير شوم والتواجي هذا عندهم ايام عرفه كل يوم مثلا معروف مثلا نهار يوقف فيه من القطار عند بولانوا تقريبا خارج نهار يوم الخميس نهار يوم الخميس يوقف مثلا جميع المحطات جميع مثلا اولين يوقف فما من درا كان عنده عدد معين من الناس قد جربته شنو العدد المعين اللي قد يستقطب القطار من الناس ياك بعد ما هو تخصصنا الحين تخصصنا يا غير بعد يا صعود خاصه اذا جات راه كيف تذكر انا سمعت الملاح حادين من الركاب عندك بعد ما تخصصنا دائما مثلا لهذا مثلا الواحد غير بعد ظهر لي مدان انهم سمعت انهم حادين اللي قاعد عندهم وفاق بين السيم والإدارة الولاية اللي مثلا يحدوا من الركاب من هاي العربية اللي خاصة بالركاب. محمد مصطفى شنو هي أنواع الخدمات اللي يقدم هذا القطار؟ شوف هي دلع عيش القطار هذا القطار قطار معدني بحت. أنا محمد مولي الركاب ينتهزوا مثلا ماشيين وجايين العربات كانوا ما شاء الله طبعا. فهم قطار خاص اذا بعد مثلا اللي على السبت كامل قالوا ترين سيرفيس يمشي لك يوميا يوم الثلاثاء اسبوعيا يوم الثلاثاء ورجع يوم الاحد يمشي تواجير اخر نقطه اخر محطه هو اللي عنده البضايع عنده المياه عنده مثلا اذا كان متعلق مثلا بالساكنه اللي عليه هذه الساكنه اللي على السبت قالها مولانا ولا ترين سيرفيس هذا راهم يعرفوهم معترفين به وحق الله ولا هو طاري مثلا عندي انتشاء الشركه نحن هذا سبقنا الحمد لله رب العالمين. الولايه ترين سيرفيس اللي قدم الخدمات مثلا السبت الناس ما تسكن على السبت هذا مثلا بعض حق الله قدم الياس من الخدمات المياه الماء دي الحيه تشرب عليها لا ترين سيرفيس والبضائع كامله التجاره المأكولات البضائع الاوليه هذا بعض مثلا خدمات اللي قدم مثلا بينما قطار المعدني هذا فعلا يرمد مول الركاب اللي فيه عربه خاصه لها بالركاب قلت لي ايوا اللي اقول هذيك عربه خاصه بالركاب تعود الدوار عليه ان شاء الله ان شاء الله نفتح الدوار منهم و معنهم مولي يطلعوا على عربات اخرى ماشيين وجايين هذا ما شاء الله تبارك الله بالدوام هذا القطار هو عصب الحياه بين الرابط بين الولايات الاثنين داخل تنواليب حتى والله قال ولايات الثلاثه داخل تنواليب ولايتين الزمور وادرع عند المصطفى تتكلمنا عن الصعوبات اللي تواجهكم انتم كقائد هذا القطار ما شاء الله سويتينا عشان عفوا ما شاء الله صعوبات شفتي عمل
عمل قائد، ما هو قائد، كونديكتور، كونديكتور مثلا سايق قطار، فما السهر، فما السفر، حبيبي من السفر عذاب، قطع من العذاب، دائما مسافر حنا وصرته ماشي دائما عن الأسرة. قلت لك فما السهر، فما التعب، فما الوحدة، فما نمشوا مثلا أوقات حرجة، الناس مثلا الناس تهدف للراحة ونحن الانطلاقة مثلا انطلاقة العمل، نعودوا ماشيين فينا من الأوقات اللي نمشوا نهار رابعة صباحا، سمعتي ذلك، نباتوا الليل الحمد لله رب العالمين كاملين، كامل الليل كامل الحمد لله نباتوا مثلا هذا حق بعد هذا مثلا فما مثلا مسائل اخرى مثلا كيف هاي القبره، هي القبره اللي مثلا قبره القارب هذه قبره الحديد خطيره، راجل مثلا معروف هم اللي مثلا معروفه دوليا معروفه مثلا شيء قال السيليكوز، عارضين الكونديكتورات عارضين اصلا كونفايرات مثلا قبره الحديد خطيره تودي مرض مثلا مرض عضال ولا يبرع، هذا هو شيء قالوا سيليكوز مثلا الناس تعرضوا، و عادة بعد الحمد لله العمل الحمد لله هو وطننا وصرنا واجتمعنا عمل زين عمل زين الحمد لله رب العالمين. محمد المصطفى مودري شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة. مشاهدينا برنامج حكاية مكان مستمر، لا تذهبوا بعيد. من مقطور قيادة القطار ومعي الآن يعقوب مختار فال نائب قائد القطار. أهلا بك يا يعقوب. يعقوب أنت بدأت العمل في هذا القطار؟ بدأت العمل في مؤسسة جديد واحد قلتها يتخدم يتخدم مبدئيا مساعد يعدل قدر من التدريبات عليها عطيت كم تقريبا تتدرب عليه؟ دخلت هنا 2007 مساعد، مساعد قائد قطار ونائب قائد قطار، مضيت فيه 4 سنوات على خدمه التدريب، بعد ذلك تدريبنا لحد مرحله اخرى يعني كنت قائد سائق القطار في منطقه محدده ما يتخطى خارج داخل الوادي. مضيت 4 سنوات كنت مساعد، مضيت 4 سنوات خدمة سائق القطار على مستوى الوادي، ومضيت صار حاليا الحمد لله من 2015 لدرجة 5 سنوات نائب. وش هي الصعوبات اللي واجهتكم انتم فمساعد بديتوا هذا العمل؟ شفت الحمد لله الصعوبات حد مبتدئ يجي يجبر غير مجرد يعود الانسان الحمد لله يجبر هاي يطب على العمل ولا ما تلاتم صعوبات، ويقعد الصعوبات عند الناس اللي ما هي مبتدا وضار مدينه ولا احنا ما ادر عن مسالات واحده سليم مدبره مؤسسه معده تدبير جميع عدود المساعدات دائره واحد شخص قالوا رجل متخصص في السكه الحديديه تحت اشراف مباشره رئيس المصلحه ورئيس القطاع ومدير السكه الحديديه والمراقب المراقبين اللي هم كونترول ديكسبلوتاسيون اي صعوبه اجبرت الانسان بنفس الوقت تصل نفس الوقت يغيروا من الوضع الى الاحسن. ايوا ندرى تعطي كم تقريبا انت في القطار طالع مثلا هون تيا؟ الحمد لله نعدلوا احنا وقت طبيعي هون الى تميم الشارع يا رب تنعدلوا على الاقل اكثر شيء 10 دقائق 10 ثواني 10 ثواني يقارب حالته ظروف ما في شيء يتعدل اكثر من 10 ثواني. ولا انت تعطيني 10 ثواني من دراك انك تقل مثلا تعطيني نهار ولا اثنين ما طلعت. الله يعني مشينا شرط من الشارع عندنا ماشي 24 ساعه استراحه تامه ما في
جهدنا المكلفين الحال كامل اللي اشترى حتى عندهم 24 ساعة حانوا في انتظار القطار اللي يعود راجل يعود راجل وتمشي مالي فيه حالتنا جينا هنا تلك سرمية عندنا نهار ونهار تكبر الراحة بيش هم شو عنده برمج قضية الراحة في السنة تلك سرمية فيها اللي هذا العمل دام دام راحة يعقوب من درك انك مبتكر شي من ذكريات هذا القطار انت من نفسك رواية غريبة والله رواية يعني قطف خلقت لك هنا سياها في مقر القطار في ساعة كان فم رواية علقت مثلا بذاكرتك كان رواية مؤثرة والله سعيد سيان كنت الحمد لله مهمة ذكريات جميلة فيهم قضية ذكريات اللي مؤثرة مشي أدا قضية الإدارة ما هذه يخدم قضيت؟ إيه دراي ما حراب القطار عند السكين. قلت لك مرة. قلت مرة بع ماشي في قايد. أنا نائب يا قرعي مش في قايد وقت الضرورة. وحراب القطار مرحلة. شعر نفسانيا عندك. قلت لك خسارة. وعدك يا قرعي ما هم خسارة. حراب طبيعي. لا هم حكم لا عنه. الإنسان ما يبغى يكون الحالة تملا متهيئ له على ذاك المرضي عنده. زين يعقوب مختار فهد نائب قائد القطار شكرا جزيلا لك. الله يعيننا ويعينكم ان شاء الله. امين ان شاء الله. مشاهدينا حلقه حكاية مكان الخاصه بقطار زويلات واديبو لا زالت مستمره لا تذهبوا بعيدا. برنامج حكاية مكان مستمر وهذه الحلقة الخاصة بقطار وادي بو زويلات أو زويلات وادي بو نحن الآن ظرف نقر الدويرة اللي هي تنقل الأشخاص من مدينة زويلات إلى وادي بو والعكس صحيح اللي نتحدث في هذه الحلقة عن تاريخ هذه الدويرة وعن الخدمات اللي تقدم للمواطنين لا تذهبوا بعيدا مشاهدينا الكرام نحن الآن معنا سيدي محمد والمحمد الشيخ المسؤول عن عربة نقل الركاب سيدي محمد بداية الطرق تقول لنا أين تعد تشتغل في هذه العربة بسم الله الرحمن الرحيم مشكورين على حضوركم هنا تسمح لنا الفرصة لنا نتكلم عن بعض من المشاكل اللي نعانوا منها وبعض من نقول ما لي شيء ما كان محسوس به أنا بدأت العمل هنا اللي هو السنة تقريبا وثلاث شهر تقريبا وبصفتي مسؤول عن هذه العربة الحمد لله ما قد تجبر ياسم المشاكل ذاك هو اسمع هون طريقة ركوب هاي العربة عندنا هون أشخاص مسؤولين عنها طبيات تسمحي لي شوي ما هي أخبار العربية حتى عندنا هون مسؤولين قدامنا هون عند محطة القطار هم المسؤولين عن قطيع البيات نحن دورنا يبدأ الآمنين فوتي قيمة قدامنا من عند بلد المحطة هي ترفد تقريبا كم من ركاش هذه العرب؟ هاي تقريبا ترفد 60 إلى 70 معناها أن القطار كامل والله والقطار فيه كم من عربة تقريبا ذنبتها؟ هاي العربة هي الوحيدة المسؤولة عن الركاب عن الركاب حق بعض فيها عربة ثانية نقالها للسوريا قرر اليوم ما هي ماشية اللي تمشي القارب الثاني تقريبا يمشي اسلاف المغرب الله شنو هي الرسوم اللي مكتوبه على الناس اللي تركب هاي العرب؟ والله سولت انا شنو اعرف العرب الرسوم اللي مدوره على الركاب هون رسوم بسيطه تقريبا البيه هاي الريك تقريبا الدوله بيه فيها 3000 وقيل راكب خالقه عربه ثانيه بيتها انقسم لك شويه 2500 و كما شفتي ركاب يضربون محجوز هناتي كل تقريبا كل قرفة يعودوا فيها تقريبا 6 رواقج 6 رواقج حق بعد 6 رواقج ندري كانها فيها بلايص خاصين مثلا باشخاص معين كي مثلا ناس معينة كي مثلا حد يبقى يقبل مثلا بلاصة يقعد يرقد فيها يقبل فيها راحته ذيك اللي يحجز هو بيت الراس يحجز بيت الراس هو توه ينقبل
يبالو للبيت اللي دخل هو ما يدخل عليه حد من الركاب. مدرا كان كم طوقتوا هذه العربه من الساعه اللي وعدل هذا القطار؟ كان خلق تطورات مراحل التطور خلق تطور بعد هاي العربه اللي احنا فيها حاجه جايه جديده جايه يعني تقريبا بدايه السنه اللي فات جايه جديده قاعدين العربات هذه تشتغلوا وتزعلوا غير بعد هاي غير العربه اللي احنا فيها من هذا اللي جدد وقطع عنها كعبير الطرب. شنو هي الخدمات اللي يقدم هذا القطار للمواطنين اللي يركبوا فيه؟ يا سرسرتك الخدمات اللي قدم القطار للمواطن اولا نقل البقاع المواطن نقل البضائع كافتها كامله نقل المواشي وهو مدي اللي ينقل الملا الساكن على السكه الحديديه وفوائده يا اسره ما لا. يوقف في كم وقفه تقريبا؟ اليوم عنده وقفه تقريبا لا اليوم عنده وقفه في غردات يوم الخميس عنده وقفات في جميع المحطات عند بونوار الى الزوارات يوقف جميع المحطات والايام الثانيه خارجين اماكن ثانيه عنده ايام يوقف فيهم باستثناء قريه التميشات ذيك وقفته فيها اجباريه لان يتبادلوا فيها السائقين يتبادلوا في محطه التميشات. زين شنو هي الصعوبات اللي تواجهكم انتم هنا كعاملين في هذا القطار؟ الصعوبات اللي تواجهنا هنا خارقه والله خارقه مالي عينا من المرات الراوش المشاكل بعض من الزبناء ما بيخلص وعينا يدعينا ذاك لنا نستدعوا للدرك والله ارطا وعينا مالي يجونا رحلات الحمد لله ما راه مشكله طبيعتنا هذه عادي هم ناس كامله تركب هون والجو عادي تضحك الجو الحمد لله. ما يصير يوميات الناس اللي تمشي معاهم؟ يوميات الناس ماشي يعني فيها اللي الحمد لله ما عنده مشكله وفيها اللي يصبر مع المشاكل عادي بعد الحمد لله. شكرا سيدي محمد داول محمد الشيخ المسؤول عن عربه نقل الركاب شكرا جزيلا لك على تبدأ الرحلة إلى مدينة زوارات وتلك رحلة أخرى ربما نحكيها في حلقات قادمة من برنامج حكاية مكان. حلقتنا هذا الأسبوع انتهت مشاهدينا الكرام إلى أن نلتقي في حلقات قادمة هذه تحياتي وفي أمان الله.